السلام عليكم كتيجة، كيف حالك؟ وعليكم السلام، بخير شكرا. هل أكملت مهمة الأمس؟ نعم، لقد أعددتها، لقد وضعته على طاولة المعلم. متى وضعته على طاولة المعلم؟ لقد وضعته على طاولة المعلم هذا الصباح. برأيك هل الأسئلة صعبة؟ نعم، وجه بعض الصعوبات أثناء الإجابة على الأسئلة. كيف تحل المشكلة؟ لقد قدمت إشراطا من الكتاب. من أين لك الكتاب؟ لقد افترضتها من المكتبة. ماذا عنك يا فاطمة؟ هل أكملت المهمة؟ نعم، أنا أكملت هذه المهمة أيضا. كم من الوقت يشترك لإكمال هذه المهمة؟ اشترك العمر يومين فقط. أوه، فقد لا تحدث من الوقت. نعم، أعطيت تركيزا كاملا أثناء التحضير. هل تدرس لامتحان نهائي؟ نعم، لقد بدأت بالفعل في الدراسة لامتحان النهائي. هل يمكنك تقديم النصيحة حول كيفية الدراسة؟ يستطيع، لقد وضعت جدول دراسة منهجي، يمكن يساعدني التخطيط لوقت دراستي على جنب ذلك. أتأكد أيضا من حصول على كسكف من اليوم. هذا صحيح أيضا فاطمة، من مهم جدا الحصول على القسط كف من النوم ما لا يقل عن 8 ساعات في اليوم. أوه، أنا نسيت، متى وأين تعقد الامتحانات؟ سيعقد في فبراير المقبل. ستعقد الامتحانات في الموقد مختلفه حسب الموضوع. بعد انتهاء الامتحان تبدا عطلة فصل الدراسي. ما هي خطتك يا فاطمة؟ ساعود الى قريه لزياره اجدادي. تخطط عائلتي ايضا لقضاء اجازه في جزيره لانكاوي. ماذا عنك؟ ما هي خطط طولة الفصل الدراسة هذه؟ خطط العائلة عيدا لقضاء إجازة، لكننا سنسافر إلى خارج في بالي في إندونيسيا. سنبقى هناك لمدة 3 أسابيع. أنه ممتع. إلى أين أنت ذاهبي بعد هذه المحاضرة؟ أخطط لذهابي إلى مقهى للتناول طعام الأعضاء. بعد ذلك سأعود إلى المنزل. سأذهب أيضا إلى المقهى بعد ذلك. أريد أن آكل أرز دجاج. لكن كيف نصل إلى ذلك المكان؟ يمكن الذهاب إلى هناك بالحافلة، ولكن الحافلة لا تأتي إلى 10 دقائق. هل توجد طريقة أخرى للوصول إلى هناك؟ يمكن نسير هناك، لكنه متعب ويستغرق وقتا طويلا لأن المكان بعيد. كم من الوقت تستغرق؟ سيستغرق مشي 10 دقائق. بينما إذا كنت تستقل حافلة فإنها تستغرق 7 دقائق فقط. أحسن فقصيرة.
من الأفضل أن تستقل ألفية لأنها أسرع. جيد، هل هذه محاضرتك الأخيرة لهذا اليوم؟ نعم، لدي 3 محاضرة فقط لهذا اليوم. مثلي تمام، هذه محاضرتي الأخيرة اليوم. جيد، سأراك لاحقا. جيد.